طلاب التقارير مالتكم، انتو شفتوا الجروبات، كل 10 طلاب راح يشتركون بتقرير واحد. التقرير طبعا 3 4 صفحات مو اكثر، عدا الفيرست بيج. الفيرست بيج عادة هي تكون مثل هذه، ريبورت مثلا. نفرض هسه هذه مو ريبورت، انما سيمينار ريبورت عن هذا المرض، مقدم لي مجموعة من الطلاب، مثلا مكتوب ليش submitted to partial fulfillment of problem-based learning assessment، كان جزء من الاسسمنت، من الطلاب اللي مقدمين، ومن الاستاذ المشرف اللي هو اني، وكلية الطب جامعة كربلاء، والسنة. هذه اهم شيء، يعني هذه مهمة بكل تقرير، يعني هاي يسموها الكفر بيج. زين، شنو بعد نحتاج احنا بالتقرير طلاب؟ نحتاج انه انتو 10، الاريده من عندكم انه انتو 10 تسوون ميتنج بيناتكم، تطرحون افكاركم، تناقشون الموضوع. ايش قد تناقشون بمثلا، نفرض تغطون الموضوع كله، لو كان الموضوع مالتكم نفرض الروت اوف ادمنستريشن، لازم انتو تبدون كانترودكشن. طبعا التقرير لازم يكون بانترودكشن، يقول انه انا هذا التقرير، ان this report we are going to discuss or to provide information about route of administration highlighting فلانشي فلانشي فلانشي. ماشي، يعني فد مقدمة بسيطة كلش عن الموضوع. بعدين تدخلون انه تقولون شنو راح تذكرون بي. طبعا انتو اول شيء، اهم شيء اول شيء الorganization مثل ما قلت لكم. مثلا اول طالب ياخذ البيسك روت اوف ادمنستريشن، واحد منهم مثلا ياخذ البارنتال روت اوف ادمنستريشن، الثاني ممكن ياخذ الاورال روت، الثالث ممكن ياخذ الريسبيراتوري روت، ممكن غير طالب ياخذ التوبيكال روت، ممكن غير طالب ياخذ الفيجانال ادمنستريشن، الطالب الاخير مثلا ياخذ مثلا الريكتال روت اوف ادمنستريشن. يعني قصدي كل طالب ياخذ في التوبكس سب توبكس، يعني تجزئوه. طبعا راح تكتبوه على جهه انت تكتب، فاكيد انه راح يراد لكم فد ليدر، تتفقون على ديدلاين او قبله. مثلا نفرض اني قالت لكم احنا التقرير نريده قبل 20/7 او الديدلاين 20/7، انت المفروض مثلا 15/7 كلكم مثلا مخلصين الفيرست درافت. راح يجي واحد من الطلاب اللي هو الليدر، راح يكون راح يجمعهم عنده بون دوكيمنت، يعني يسوي كوبي بيست، يسوي لي اياك دوكيمنت يجهزه ويكمل الستايلنج. تفهموني ليش هذا الفيرست درافت؟ حتى مثلا انه انت تقروه وسوي له شير، اخاف احد عنده اضافه. فقط انه شغلات مهمه. هسه هذا الاورجنايزيشن سويناه، الريبورت الاول صفحه قلنا هي تشمل على الكفر، الكفر بيج اللي بيها العنوان مال التقرير، اسماءكم كلكم مثلا تحت اشرافي. التقرير هذا فورمال، فشي راد انه كل تقرير لازم يكون به ارقام الصفحات مرقمه، يعني انت كاتب الريبورت بالانجليزي الترقيم مالك يكون انجليزي، ما يصير تكون انت كتابتك انجليزي الريبورت والارقام عربي، والعكس ايضا صحيح. الشيء الثاني انه لازم عندك انت ليست اوف اي تقرير، يعني هو مجرد بس خلينا نقول في 3 4 اسطر او مثل جدول تسووه، ليست اوف كونتنت. مثلا بيج رقم واحد، بيج رقم واحد راح يكون، بيج رقم واحد مثلا عندك تقول الانترودكشن، بيج رقم اثنين مثلا بارنتال، العفو مثلا بارنتال روت اوف ادمنستريشن، بيج رقم 3 على سبيل المثال مثلا اورال روت اوف ادمنستريشن، وراها كذا. يعني انا من اجرد افتح التقرير اشوف اول شيء راح القي نظره على البيج الاول الكبر، شفت معلوماتكم والتقرير وشنو الغرض من التقييم، التقرير العفو، وراها
راح شنو مثلا list of content، راح اجي مثلا اقول الورقه الاولى الطلاب ذاكرين انه هذه راح اشوف بيها او اقرا بيها واعرف معلومات عن مثلا route of administration. صفحه رقم 2 يعني هذا جايد حتى يسهل لي. صفحه رقم 2 انه راح اجي اشوف المعلومات اللي تخص الانترافينوس او الريسبيراتوري، يعني لازم يكون في شيء مرتب. هذه الليست اوف كونتنتس تصير شلون جدول صغير. هسه اراويكم اذا الطلاب هنا مسوين عندي، بس لحظه خلي اسوي الشير. شير ماكو عندكم مو صحيح، ما موجود الشير هسه. شير شوف هذه الطلاب يعني هاي دزول التقرير مالتهم بس ما معدلين عليه. مش طالبه من عندهم اني لان هم التقرير مالتهم كبير، فطالبه من عندهم تيبل اوف فيجرز انتريز فاوند. اوكي يعني موجود عنستهم اياه كرييت، وقالت لهم انه عندهم جداول بالريبورت مالتهم. هذا هم عندهم مجموعه جداول، يعني انتم ممكن تكون عندكم جداول ما اعرف يعني حسب زين. فهذه طبعا اكسترا عندهم مثلا تيبلز اوف فيجرز، وهذه موجود. يعني انا بعطيهم مثال، انا هذا مسويته لهم، قالت لهم مثلا تايتل 1 انه تحجون عليه بعدين تعطون البيج نمبر زين. التايتل اوف كونتنتس طبعا هم ماسحيها الطلاب، فانا من اريد اجي اسويها انتبهوا علي، اجي هنا اقول له انسرت العفو انسرت تيبل. شوفوا هذا، هذا تيبل اوف كونتنتس. فهذا من اضغط عليه طبعا انا اختار الستايل اللي اريده، مثلا اريد هذا الشكل اريد هذا حسب يعني. فاضغط عليه، فهذا شنو ايش راح يصير؟ راح يصير جنريت اوتوماتيكلي. طبعا تكتبون لازم على اليمنى واليسرى، انه كله لازم يكون من اليسار لان تكتبون انجليزي. فهنا هذا شنو اوتوماتيكيا هذا من اف دي بي. انا لو اجي هنا ابدي اكتب الانترودكشن اوتوماتيكيا هي من اجا هذا هنا انتبهوا لي، اضغط هنا اقول له ابديت تيبلز. اوكي يقول لك ابديت بيج نمبر لو انتاير تيبلز، اقول له انتاير. من راح اضغط اوكي هذا طبعا اوتوماتيكلي جنريتد. شفتوا هسه ايش سوى؟ اخذ معلومات الموجوده بهذا الديكومنت كلها نسخ لي اياها هنا. بس لكن شنو اكو فد غلط؟ انه انا من اليمين ما اخذته، يعني فد غلط بالديكومنت لازم انتبه عليه اختار الستايل الصحيح. زين؟ فهذا انطاني مثلا هنا انترودكشن نمبر 1، هنا مثلا اناتومي 1.1 هاي الكلاس السب ديفيجن. هذه شلون؟ مثلا هنا هسه عندنا مثال هذا الطلاب اول ما بادين احنا موضوعنا او موضوعهم كان على باركنسون ديزيز. اول ما بادين عن انترودكشن او المقدمه، هم ايش منطيني؟ منطيني شوفوا هالقد، يعني انتم احتمال اقل تحتاجوا لان انتم تقريبا مالتكم كله 3-4 اوراق. منطيني شوي انترودكشن صورة عامة على الباركنسون ديزيز. وراها بعدين حسب ما هم العفو متفقين المجموعة 1.1. ليش 1.1؟ لأن هذا المين، فهذا راجع له يعني سب ديفيجن. 1.1 هم حاكين على اناتومي، طبعا هم شارحين شوية بعدين خالين الصور. هذه الفيجرز شوف انا هنا ايش قالت لهم، هنا اعطيتهم التعليمات اذا شفتوها فوق، هنا ما خلي لهم يعني عنوان. ليش ما خلي عنوان؟ انا طلبت من عندهم. فهذه الفيجر لازم يكون بها عنوان. طبعا اول شيء انه اقدر اسوي لها انسرت وانطي ابدي بي انه ليبل مالتها، وراح تبدي اوتوماتيكيا مثل مثلا رقم 1. لازم اكتب مثلا العنوان مالتها زين، وإذا ما أخذتها أنا من مصدر لازم أكتب المصدر. لو كان كتاب اسم الكتاب والسنة، أو إذا كان من بيبر
الباحث والسنة مالته. هذه مهمة للسايتيشن. انتو تعتمد احتمال تذكرون بالنسبة إذا كان روتا في الادمنستريشن أو أوينتمنت أو دوزج فور بالنسبة إلي. أكيد راح تجيبون صور انتو مو من عندكم، راح تجيبون صور من من البيبرات أو من كتاب. فأي صورة تخلوها تضمنوها هنا ما عندي مشكلة، لكن أهم شيء تخلو لها ليبل. طبعا ليبل وتخلو لها سايتيشن. السايتيشن منين جبت هاي الصورة؟ منين مصدرها؟ وتشوفون الطلاب هنا استمروا بالتقسيم مالتهم. هنا واحد أربعة اللي احنا بدينا بالانترودكشن، هذه الصورة ثالثة انترودكشن، بعدين شنو أول مرة لعنتهم قلنا، بعدين اجوا هسه الفيزيولوجي وبيزال جانجليا وهكذا. يعني أهم شيء تعرفون شلون تقسمون أو الأوتلاين، الأوتلاينز بالنسبة للدوكيومنت مالتكم. كملوا هسه الطلاب، كملوا كل شيء زين. هذه هنا اكو تيبلز عندهم، they include some tables. انا هم نفس الشيء اشرت لهم انه قالت لهم انه هاي describe what it is not a table. فاش قالت لهم هم خالي لي table بس هو مو table، هم هذه figure ماخذيها من الانترنت ولازقيها. فانا معلقت لهم قالت لهم it's not a table you can include a table here. منين اسوي include table here؟ تروح على insert زين وتقول العفو ها مسويت له هذه شو اسمه على الانسرت تيبل، اقول له انسرت تيبل واحدد عدد الحقول اللي عندها، كم عمود اريد وكم صف اريد. وبالنسبه للانيشال فوليوم كولوم ودث راح يكون اوتوماتيكي، واقول له اوكي راح يسوي لي انسرشن. اوكي هسه نفرض هسه هذا سويت له انسرت، فاجي هنا مثلا شنو اريد اكتب بيه، اكتب بيه. وما ننسى انه التيبل اول جدول او جدول رقم واحد راح ياخذ رقم واحد وهكذا. استمروا الطلاب بالجدول، شوفون هذه انه فيجر ما بها صوره، طبعا هذا كله يقلل من درجه التقييم. بعدين مستمرين قالين احنا هاي الدايجنوست حاكين عليه بالنسبه لهم، حاكين الريسك فاكتور وهكذا، مستمرين لحد نهايه الدوكيومنت زين. هنا خالين الريفرنسز، هذه الريفرنسز ما مقبوله. ليش؟ هي از نوت اناف. اوكي ديفيسون 23rd اديشن شنو هذه؟ لازم اسوي بروبر سايتيشن اعرف شلون اكتبه. الاناتوميك بيسس اوف نيورولوجيكال دايجنوسيس هذه ايضا انا هذا معلقه عليهم. هنا مخلي لي ويب سايت، لا ما تخلي الويب سايت، تخلي اسم الموضوع. واذا ويب سايت معتمده طبيه او اكاديميه ابدي باسم الموضوع وبعدين الويب سايت. فهذه مهمة. هذا بالنسبة للستركتشر مالت التقرير. الشغلات التنظيمية مثل ما قلت لكم اللي هي الكفر بيج والهيدنج والصب هيدنج اللي هذه موجودة، هذه كلش مهمة. شفتوا هسه هذا الريبورت، هذا الريبورت ما بي بيج نمبر، ما يصير. يعني لازم كل ريبورت بي بيج نمبر. مو صعب انه نسوي انسرت بيج نمبر، اروح على insert. لحظة insert شنو اريد اني؟ بس لحظة انتظروني. هاي البيج نمبر لان انا نسيت اشتغل على الماك طلاب، فهذا البيج نمبر. اوكي هذا البيج نمبر راح يجي طبعا اكو يقول لك الليفت او السنتر او كذا. احنا بما انه يعني ليفت تو رايت انجليزي، فتكون احنا نختار الرايت أو ممكن تختار أنت السنتر، is up to you. بصراحة أنا ما أحبذ أختار الليفت، الليفت عادة أختارها بالعربي لأن تكون كتابتك أنت من الرايت للليفت، فهنا عادة تشوف أي كتاب من قلب بي تشوفه أما بالرايت بالليفت العفو أو بالسنتر بالنسبة للعربي. بالإنجليزي other way around، فتكون بالرايت لأن إحنا نقرأ من الليفت للرايت، أو ممكن تختار سنتر. وتقول له اوكي. هسه تشوفوا ده يحمل،
فراح يسوي لك ده، تشوفون شلون is generated automatically، يعني ما راح تتعبك، هذا كله اوتوماتيكيا ده يصير. وكل ما تصحح مثل ما قلت لكم، مثل ما كل ما تصححون، نفرض اسوي ابديت للتيبلز وراح يسالني، نفرض لو حذفتوا صفحات، نزلتوا صفحات، انا بس مجرد اسوي له ابديت للتيبل اوف كونتنتس. فهذا ومثل ما راوتكم قبل شويه، اما ابديت بس الكونتنت بس البيج نمبر، او ممكن ابديت هول تيبل مثل ما شفتكم قبل شويه. هسه بس لحظة. دكتور عفوا عن المقاطعة. العفو. هاي الصفحة مع المفاهيم هاي اللي منحك بيها ترقيم، وهاي العناوين ضمن الأربع صفحات لو شلون؟ لا هذه خارجها، خليها بالبداية بعد العناوين وهاي اللي هم. اي هذه ما تحتسب من ضمن الصفحات، المصادر، الكفر بيج، الليست اوف كونت اوف تيبلز، هذه ما تعتبر ضمن المتن. أنا حاسبك على المتن. تمام، يعني من الانترودكشن. اي ثلاثة على المتن، وذن ثلاثة يصير المجموع ستة، صحيح؟ اي هو شنو يعني هسه هذه، يعني هي ما تاخذ منك فورس ترى، بس مجرد انسرت وتقول له ابديت التيبل، تفهمني؟ يعني هذه ليش راوتكم اياها؟ حتى لا تقولوا احنا ما نعرفها وما سويناها. شفت هسه انا ايش سويت؟ وانا ما عاد احاسبها فما اعرف هذه من دا الشرحي. ها اي اعتقد زميلي كذا، بس يعني كصفحات صار ستة ضمن دني. شوف دني مثلا نفرض لو انت عندك list of table, list of figure, list of content، وعندك الكفر راح يصيرون اربعة وثلاثة راح يصير سبع صفحات، بس كجنرال يعني هو هذا. وبالنسبة انت بالنسبة list of content ما راح تكون عندكم هواية. العفو ليش؟ لان التوبكس مالتكم قليل. العفو يعني يصيرون ضمن هوية المقدمة؟ لا المقدمة ولا لا لا خليها صفحة واحد. اي يعني هي راح تصير صفحة واحد، الانترودكشن راح تجي صفحة جديدة. شلون تبدون صفحة جديدة طلاب حتى لا تخربطون؟ نفرض انا هاي الليست اوف كونتنت، هذه ما صارت عندي صفحة كاملة، صارت نص، انا ارتبها خليها تصير بوسط الصفحة واجي شو اسوي؟ بما انا راح ابدي صفحه جديده ايش اقول له؟ اقول له انسرت بيج بريك، مو حتى لا يصير خربطه، بحيث انه ليست اوف كونتنت ايش اخذت؟ هذه ليست اوف كونتنت هسه اني هنا بديت بيج بريك، منها راح ابدي شنو؟ راح ابدي الانترودكشن. لو نفرض انه هذه ما كانت عندك فول بيج، كانت نصها، واضح طلاب؟ دكتورة العفو، أي برنامج تستخدمين؟ يعني هسه هذا البرنامج وورد أو غيره؟ لا وورد، هذا كله على الوورد أنت أشتغل. أي تمام، شكرا. هذا كله على الوورد زين، بس قصدي هاي شغلات تنظيمية حتى لا تتخلصين يعني. تمام. بس هذه كل الأشياء اللي تخص الترتيب والتنظيم، يعني علمتكم شلون تسوون هي هاي المهمة. ليست اوف كونتنت. دكتور زاد عندي سؤال على هاي الصفحة. اي. عن المفاهيم. هنا أنا على الجانب الأيمن اكو رقم ويم العنوان. اي. هذا الرقم رقم الصفحة والعنوان يعني كتبه عليه وبعدين نسوي سب ديفيشن، صحيح؟ اي هذا العنوان الانترودكشن. وهاي رقمها واحد. زين وهاي الخمسة اللي على اليسرى شنو؟ هذه غلط. هاي عندي غلط صار بها، لأن شوف الدوكيومنت أنا ما اختاريت الاختيار صحيح. وإحنا ما راح نكتب يكون الواحد على اليسار لأن كتابة طبعاً. صحيح؟ إي هسا أقول له remove table of content. هسا أقول له insert. العفو. الريفيو مراجعات ما في شيء خلل صار عندي.
insert بس لحظة okay references table of contents اختار اوكي هذا لان البنات بيشتغلات بالعربي وين هاي العفو فهذا واحد اللي هو هذا الانترودكشن رقم خمسة هو رقم البيج او رقم ستة هو لازم يصير فبس انه المهم انتوا ان شاء الله ما تصير عندكم مشكله بيها لان راح تكون تشتغلون كل الانجليزي محولي بس انا هذه مالتي انجليزي هم مشتغليها الطابعه اللي بها العفو حاسبه بها العربي هاي واحد الشغله الثانيه اللي شنو بعد سالتوا عليها طلاب عفوا دكتورة هذا الواحد مال البيج لو مال بدايه الموضوع انت قلت رقم واحد انتروداكشن هذا الهيدنج هذه هدنج شلون ادخلها حتى تدخل لي بالليست اوف كونتنت بالدون تكتبون بالهوم نا تروحون بس لحظه اكو هدنج عندنا شوف هنا هذه ليست اوف باراجراف هاي ما لنا علاقه بها هاي نورمال اكو هدنج مثلا انا افرض انه اختاريت للانترودكشن heading 1 اوكي اضغط عليها انا عندي قبلها ما اخذته فصار selection 2 السبديفيجن مالت الانترودكشن مثل الاناتومي صار heading 2 شوف هاي لان الحاسبه مال الطالبات المهم وهكذا فالهيدنج منها تاخذوها طلاب حتى تنزل اوتوماتيكيا اذا سويتها يدوي احتمال ما تنزل صح اكتبوها يدوي انتم بيناتكم مثلا لان انتم كل واحد راح يشتغل على حاسبه طبعا لكن بعدين اللي يجمعهم يما شو يسوي بس يضغط على التوبكس مثلا هنا انترودكشن يعطيها مثلا هيدنج 1 اخذت او يقول لها هيدنج 2 راح تاخذ اوكي هسه راح نرجع على الهيدنج 1 اذا هنا ما عندك مثلا سب ديفيجن نفرض ايش راح تقول له اقول له مثلا هيدنج 1 ايضا فاذا هذه اثنين هو اوتوماتيكيا راح ياخذ شفت شلون هو يسلسل لك اجي ارجع هنا مثلا عندي كملت لو نفرض هذه ما عندي هنا سب ديفيجن بس مجرد اضغط عليها اذا انا منطيته هيدنج 1 وهو هذا يعني هيدنج 1 يعني موضوع رئيسي بس اضغط عليه تشوفه هو اوتوماتيكي يبدي يسلسل لك لان هو يبدي يخزن بذاكرته انه انت اعطيته هذا السيتنج ريدت انه المين توبك انه هيدنج 1 والسب ديفيجن هيدنج واضح طلاب؟ دكتوره بس سؤال خصوص نعم. تقسيم الطلاب يعني هسه هذا الموضوع اللي طالبات قلتي كتبن عنه هو حاله مرضيه يعني فيه هواي مواضيع يقدرون يقسمون الطلاب بيناتهم بس احنا مواضيعنا مبسطه يعني ما به تقسيمات يعني مثلا الموضوع اللي انا اجاني رايت ريبورت اباوت دوسج فورمز ذات ار ادمنستريتد فيا اوف ثالاميك راوت يعني هذا مو ما به فاي تقسيمات يعني شلون احنا نقسم بيناتنا العفو شنو موضوعك بلا زحمه يعني نكتب تقرير عن الادمنستريشن فيا اوف ثالاميك بورت يعني راوت هذا العلاج اللي يدخل بالعين ها يعني اي اشرح شوف هسه انت شنو هاي مثلا هسه للطلاب كلهم اوفثالميك روت اقدر ابدي بانترودكشن كلش صغيره عن الروت اوف ادمنستريشن العفو على الروت اوف ادمنستريشن او دوزج فورم زين بس مجرد خلينا نقول فد يعني ربع صفحه او نص صفحه حسب ما انتو فتشي كلش قليل introduction بعدين يجي مثلا في الطالب
يجي يحكي مثلا خلينا نقول شنو مميزات الأوفثالمك روت، مو؟ نعم. يجي مثلا طالب ورا يقول مثلا اذا كانت اكو ديس ادفانتج، اذا كانت اكو، طبعا هذه انتم بعدين تقرروها، انا ما اريد احكي لكم الموضوع كله. نجي شنو هي الدوزج فورم اللي نعطيها اوفثالميك، مو؟ او نعطيها عن طريق العلاج. انتم راح تقولون واحد اثنين ثلاثه، ممكن اقدر اعطي كريم، ممكن اعطي اوينتمنت، اقدر اعطي شرائح، يعني انت راح تعرفها، مو؟ انتوا تعرفون هو الفورمز ليميتد. نعم دكتور. زين، نفرض واحد راح يقول انا راح احكي على دروبس، الثاني راح يقول راح احكي انا على اوينتمنت، مو؟ واضح دكتورة. يجي مثلا في الطالب يقول اني شنو مثلا الحالات اللي يعني اللي indicated انه انطيها توبيكالي بالنسبه للاي، لأن هو الآي يعتبر سيستميك لو توبيكال، هذه هم لازم بيها جانب، مو؟ نعم دكتور. فالموضوع هيك يتفلس، يعني هو ليش احنا قليل 3 إلى 4 أوراق ماكزيموم؟ لأن هو ما بيه مجال، يعني هو بس يعني احنا نريد نقيمكم. وضحت دكتور. يعني انتوا كل واحد ما راح يكتب أكثر من يمكن ثلث صفحة أو ربع صفحة. وين ربع صفحة هذا ما تكفي. عافية. حتى إذا تريد تخلي صور ما راح تخلي أكثر من 3-4 صور، اللي هو راح يأخذ منك نص صفحة، مو صحيح؟ نعم دكتور. يبقى مثلاً أكو طالب يقول أنا ها مثلاً إحنا 10، أوكي، واحد منكم راح يرتب الدوكيومنت، راح يسوي ريفيو، راح يسوي هذا الجهد، هذا جهد. نعم دكتور. هذا جهد أكثر من عندكم. صحيح. لا. شكرا دكتور. لكن كلكم انتم تتعاونون، يعني كل واحد يكتب جزء مالته بصوره جيده ويعطي فيدباك الزميله، لان انا اقيم التقرير ككل، يعني لو اعطي 90 ما اعطي 90 لك، اعطي 90 للمجموعه، راح كلكم تاخذون نفس الدرجه. نعم دكتور. فشنو لازم اريد هاي روح التعاون بيناتكم، التيم وورك تقووها. يعني نعم ان شاء الله يصير التعاون. ان شاء الله دكتوره قلت الشغلة المهمة قبل ما أنسى، ما أريد رجاءً copy and paste من الإنترنت، لأن أنا راح أسوي له checking بالبروغرام، يعني لو طلع عندي أنت مسوي copy paste من الإنترنت كلكم تأخذون صفر. دكتورة هي المعلومة واحدة، يعني مثلاً شلون حصل صفر؟ قصدك نغير بالصياغة نقدم ونأخر حسب لغتنا؟ يعني إيه، يعني أنت روح أقرأ مثلاً بالكتاب مال الفارماكولوجي، بالبيسك فارماكولوجي، او تقرا بالكتاب مثلا بالفارماسيوتيكال مال الكليه الصيدله، ما عندي مشكله، وتقدر تستعمله كمصدر عادي، لكن انت ما تروح الفقره كلها تستنسخها وتجيب ليها هنا والله انت سويت ريبورت، لا مو مقبول. شنو تقرا الفقره وتلخصها بطريقتك انت، يعني تسوي بارافرايزنج، بس سمعوها بارافرايزنج، يعني إعادة صياغة. إذا أنتوا تقولوا إحنا ما عندنا قابلية إعادة صياغة، أكو برامج تساعدك، مثلاً أكو كلمات تقدر تسوي لها بارافرايزنج، بس هو يعني تتلاف. هذا تمام عشرين دقيقة. هسه مثلاً الانترودكشن عندنا، هسه مثلاً هسه هذا باركنسون ديزيز بين قوسين خالته بي دي، هاي المختصر مالته أو الأبريفيات. The second commons neurodegenerative disease exceed by Alzheimer disease. يعني من أجي أفهمها أني أقول Alzheimer هو رقم واحد والباركنسون ديزيز هو رقم اثنين، مو؟ فأقدر أحورها أني إيش أقول؟ أقول Alzheimer disease considered the most common neurodegenerative disease followed by Parkinson's disease. أقدر أقول هنا باركنسون ديزيز is associated with the loss of neurons. هنا مثلا قال the main age onset، أقدر أقول uh,
ليش جزيت؟ From these teen about 6 years of old. However, it could be seen in patient at their 20. بتعرف شلون؟ يعني هاي شنو الفايدة؟ هاي manipulation للwords. يوتراني في هالحالة اتفادية انه استخدم الكوبي اند بيست. انا عبرت عليه طبعا. بس انا فهمته ما تغير المعنى. طيب نفس الفرق. الباركنسون ديزيز هو يجي بالمرتبة الثانية بعد الالزايمر. انا قدمتها قلت الالزايمر هو رقم واحد. بعدين الباركنسون ديزيز هو رقم اثنين. لذلك مالته ممكن يصير فهذا اللي اريده من عندكم. زين دكتورة هاي العملية يعني تتطلب وقت كلش هواي يعني عن ما نجمع المعلومات ونبحث عنهن وبعدين نكتبهن بطريقتنا الخاصة يعني راح نحتاج هواي وقت ما نقدر نلحق يعني التقرير تبدو يوم الخميس مو دكتورة؟ يوم 20 يوم 20؟ اي دكتورة نكتب يوم الخميس مو احنا دكتورة احنا اجى تبليغ قال يوم الخميس يا خميس نعم هذا الخميس يعني هذا الخميس؟ اليوم شنو؟ ايه. تبليغ من دكتور كان يوم احد يعني دكتورة بعد ان اربعة ايام اربعة ايام اذا تسوون بلانينج باكر وكل واحد يسوي البارت البي يوم الثلاثاء ان شاء الله دكتورة مو احنا هذا الاسبوع يعني احنا تقريبا باليوم بناخذ ثلاث محاضرات والطلاب عندهم سيشنات يومية اكو سيشن كل مجموعة طلاب بتاخذ سيشن يعني ما نلحق ابد والمشكله هنا عندنا راح تصير انه مثل ما قلت لك انه طريقه الكتابه اذا تقولين اريد طريقتكم انتم الخاصه يعني راح تتطلب جهد اكثر ووقت اكثر عن ما نفهم الموضوع ونقراه وبعدين نعيد صياغته من جد وجديد وتقريبا الموضوع هو يعني مطول يعني ثلاث صفحات او اربعه اقل شيء طلاب انتم كل واحد راح ياخذ انت راح تاخذ الادفانتج مثل ما الافسار مكروت غير طالب راح ياخذ الديز ادفانتج يعني انت خمس ست اسطر عليك بس صحيح دكتورة صحيح أنا علي ست أسطر بس قصدي هو لازم يصير أكو مشاركة يعني مثلا مو بس أنا أخذ موضوع وأنا أروح أسويه بعد ما لي علاقة بالبقية هو لازم كل إحنا نجتمع لأن هو هذا التقرير راح يحدد درجتنا كل إحنا يعني هو تقرير كامل مو مثلا موضوع يحدد درجة الطالب فأنا شنو دا أقول يعني وقت كلش قليل يعني ما نقدر نلحق إحنا هذا الأسبوع عندنا محاضرات يعني دكتورة تهمني راعي الوقت والوضع اللي عندي بس اسمحوا لي يعني احنا ليش خلينا 10 10 على مود كل واحد 5 6 اسطر صفحه مو اكثر فلهذا يعني هسه انت لو مثلا تقعد لك ساعه راح تفكر الموضوع مالتك يعني انت مثلا اذا سويت بلانينج باشر الصبح كل واحد يروح باشر يكمل مالته الربع صفحه او الثلث الصفحه خلينا نقول عقب باشر يقدر يدزها للمين ليدر مالتكم راح تجتمعون وتكملوها هاي هي خلاص يعني مو بالصعوبة لأن هي زين دكتورة مثلا نقدر نأجل الموعد يعني مثلا مو قلتوا هذا الخميس نقدر نخليه على الخميس الوراء يعني بلكتور تقدرين تحاولين تحكين ويا الدكاترة ما قدرت ما أصور الخميس الجاي يعني تو ماتش ممكن أقدر أحكي ويا دكتور كمال أو ويا رئيس الفرع ممكن نسويها للأحد بها مجال مع العلم إحنا ليش ناقشنا بهذا الموضوع يعني أنا ما طلبت منك أنت وحدك كتقرير دخلتكم 10 بموضوع واحد بتفهمون الطلاب ليش نعم هي مساعدة لكم يعني هو مو الموضوع كلش كبير مو هو دكتورة أنا قصدي شنو قصدي يمكن ما فهمت قصدي إنه الصعوبة راح تصير بإنه إعادة صياغة الكلام بس إعادة صياغة الكلام يعني مثل ما تفضلتي حضرتك قلتي ما أريد كوبي بيست يعني أريد كلام من عندكم أريد أحسس فهمكم فهاي العملية تقريبا مال الكتابة يمكن راح تطول عندنا لا شوف هسه انت عندك هذا الباراجراف هذا نفرض انت احتمال مثلا الادفانتج تطلع حلقه او احتمال اقل نعم دكتوره خلي ارجعها حتى بعدين اقول لكم شلون يعني هذا ايش قدر تخسر علي يعني ايش قدر تتعب علي ساعه ساعتين قلت له الساعات انت راح تكون مكمله دكتوره بس ما نقدر نكتب هيك اذا ما عندنا فهم اولي الموضوع يعني والله ابحث عن الادفانتج واحنا المواضيع ما لحقنا نقراها محاضرات هواي سيشنات هواي علينا ظهور صدق مو هواية بس انا احاول ويا دكتور كمال ويا رئيس الفرع بلكي للاحد الجاي بس اكثر من هذا ما اتوقع يقبلون عفوا دكتوره مرحبا في مرحبا الزملاء
ألعب دكتورة بس وصلت لنا هسه كم شكوى من طالب يقولون الوورد احنا ما نقدر نستخدمه، اولا حاسبة ما عندهم، ثانيا يعني بالموبايل خصوصا تنزل الا بفلوس، يعني شلون في هاي الحالة؟ زين اذا ما عندهم الطلاب اللي ما عندهم حاسبة يكتبون بخط اليد. دكتور اكو برامج ثانية تكتب يعني نفس الترتيب بس مو نفس هاي التفاصيل بالضبط، يعني هي الورقة المقدمة بها اسم طالب وبعدها ورقة المحتويات ووراها التقرير. اي بس مو نفس عفوا نفس الترتيب مال وورد. يعني مو انا ايش اريد من عندكم؟ اريد تقرير مرتب، تكتبه بايدك، تكتبه بالحاسب، تكتبه بالتليفون مرتب. يعني صفحات بيت كلام مرتب، اسوي له جاستيفاي. يعني من اجي اريد حتى تشوفي مكان غير تقيمك بودك، انا قيمك عن معلومات. هذا الستايل هذا خلاص، يعني خلينا نقول يعني هذا الفورمات مهمه بالريبورت، بس هذه مو عليها البالك مالت الدرجه، البالك مال الدرجه المعلومات. يعني دكتوره الترتيب ما عليه تقييم، التقييم بس يكون على المعلومات. ما عليه تقييم. طبعا يجيني طالب مطيني تقرير بكفر بيج باسماء الطلاب مرتب، التقرير مالته بارقام صفحات بريفرنسز مرتبه، اكيد هذا يفرق. مثلا يجيني طالب كفر بيج ما كاتب بس التقرير واسمه، مثلا جاي لا اكيد دكتور هاي التفاصيل يسووها، بس لا قصدي يعني نفس التفاصيل اللي هسه سويتيها بالوورد شويه صعبه عليهم، حتى اللي عنده وورد شويه صعبه عليه الا عنده خبره يكون بالوورد. انتوا شلون تبون تسووه؟ انا اريد تقرير مرتب. تمام دكتور ماشي. الليست اللي قلتي عليها بالبدايه اي اطلع معلومات الانترودكشن وبقيه المعلومات، هاي ضروري لازم نسويها؟ اللي ما يقدر يسويها بالحاسب لا يسويها. ماشي يقدر يكتبها بايده، اذا بايد بالايد يقدر يكتبها مثلا نمبر 1 انترودكشن. ما تقدرون تسووها لا تسووها. يعني زين زين دكتوره بالنسبه للمعلومات اذا اريد نجمعها، يعني مثلا كمجموعه 10 طلاب اي يعني ايش عجب مثل بقيه التقارير كل طالب يكتب عن الموضوع؟ لان هي الماده هاي واحد، والشيء الثاني لو اجي اقول لك انت سوي على الروت اوف ادمنستريشن مثلا ال بارنتال روت اوف ادمنستريشن وانطي الغير طالب بارنتال راح يصير ريبيتيشن، فشنو الفائده؟ مو هو قصدي دكتوره يعني التقارير كلها من بدايه سوينا لحد هسه تقريبا أي. على هذا على هاي الوضعيه انه كل طالب يسوي حتى لو متشابهات، مثلا بالكونسبت ماب اغلب الكونسبت ماب طلعت متشابهه، يعني هو مشى والدكاتره عليها، فانا اقول يعني هي بما انه هي ثلاث اوراق او اربع اوراق يعني كحد اقصى أي. وطلاب يعني 10 عليها ف يعني اشوفها صعبه، يعني شو راح يرتبوها ورقات. انا شرحت لكم بالبدايه، اكو احد من زملائك سالني قلت له مثلا واحد يكتب الانترودكشن، واحد يكتب مثلا ادفانتج، واحد يكتب ديس ادفانتج، واحد يكتب الامبول، واحد يكتب مثلا على يعني خلينا نقول الاويل امبول، واحد يكتب على الفيال وهكذا، واحد يسوي مثلا الاورجنايزيشن او يسوي المين دوكيومنت، يسوي لكم اديتنج. فهي بناتكم تقسموها. يعني انا هسه لو اقول لك اعطيني تقرير الاحد الجاي تعطيني اياه بالبارنتال روت مثلا او بالدوزج فورم تستخدم فور بارنتال، راح تقول ما عندي وقت. فلهذا انا قلت لكم الساعد يعني وين انت من اقول لك انت ربع صفحه عليك وتكملها يمكن بيوم او يومين، احسن ما اقول لك تعال اعطيني هالاربع اوراق خلال ثلاث ايام ترى مو؟ يعني انتم تشوفون تقولون احنا مضغوطين. فلهذا هو مساعده لكم. صحيح صحيح. تمام مشكور دكتور. ايه وهو شنو يعني مشكور. انت تقعد تسوي شغلك بالبيت اليوم تكمل البارت اللي عليك مثلا خلال ساعه او ساعتين، زميلك يكمل بالبيت، فكلكم انتم اليوم كملتوا باكر تدزوا كلكم الفد واحد هو يكمل الاديشن خلاص. يعني اصور هيك زين زين دكتوره، يعني اي مصدر من النت ما مسموح ناخذ من عنده؟ مو الويكيبيديا اكيد. يعني هسه انا مثلا شو تريد اطلع لك من الانترنت؟ ما ادري اذا العفو
ساعاني أقدر أقول مثلاً. دكتورة سأني أنا الباحة من بحثت وسويت التقرير. طلعت في مصدر اسمه كتاب اسمه Manual for Pharmacy Techniques. هذا موجود بجوجل. هو كتاب يعني. أي rule مثلاً أي parental route of administration. أوكي. Manual for Pharmacy Techniques. هذا أنا طلعت من عنده مصدر. المصدر الثاني طلعت منه Allen LV AD Pharmaceutical Dosage Form and Drug. هذا أعتقد شو اسمه كتاب. اسمه ألين ألفي هيك. شوف هسه روتها في النستشن. هي العفو كملي دكتورة. هسه تشوفون هذا السكرين تشوفونه انا ايش طالعه هسه لو لا سيرج. اي دكتورة مبينه. اي روتها في النستشن. ويكيبيديا انا ما اخذ من ويكيبيديا معلومات. شنو عندك مثلا هنا مثلا study.com اكاديمي اذا مكتوب بها كتب اوكي ماكو مشكله. دكتورة ما ينفع شيء بس صورة الملف اللي كنت تناقشين عليه. ها لا اي مثلا ساعة طلع advantage and disadvantage of parental administration. هاي منو كتاب الفارماسيوتكس. عندك هنا مثلا الميديسن pharmaceutical science parental route حتى بها quizzes ايضا. advantage and disadvantage of parental administration هذه هواي كتب بها يعني تقدر يعني دكتورة بالنسبة للمصادر ماكو مشكلة مو إذا من النت ما عدا الويكيبيديا. أي يعني مثلا كتاب مال فارمسي أونلاين أو كتاب مال طبية أونلاين أو مثلا مال نيرسينج أونلاين عرفت هو كتاب أو مثلا ريفيو تعرفون شنو ريفيو يعني استعراض مراجع هذا يكون بمصادر. أي هذا أيضا مسموح لكن مو ويكيبيديا. المكان اللي تاخذ منه تكتب لي منين اخذته يعني بالريفرنسز تقول مثلا انا استعملنا فلان كتاب مثلا انت الادفانتج اوف بارنتال روت كتبتها استعملت مثلا مصدرين اول باراجراف مثلا هذا هسه تشوفوه اجي اخلي مثلا يم رقم واحد هذا شنو مصدر رقم واحد هذا الباراجراف الثاني نفرض انه ما اخذته من مصدر رقم اثنين اخلي اثنين ونكتب اسفل الصفحه عافيه بالاخير وين الريفرنسز اجي هنا اني اشوف بحيث اعرف انه انت هذا البارنتال روت اوف ادمنستريشن واحد مثلا ماخذها منين اثنين منين وهكذا فيجي يسوون الباراجراف اللي تكتبه تكتب يمه حسب التسلسل المصدر اللي اخذته. وضحت الصورة دكتورة وضحت مشكورة. راح تقول أنا أكتب وصديقي يكتب أوكي أنت تكتب واحد واثنين وزميلك اللي وراك بالسكشن الثاني هم يكتب واحد واثنين اللي راح يعدلها منه الطالب اللي راح يجمع الملف مالتكم يعني فراح يبدي مثلا الانترودكشن واحد واثنين السكشن اللي وراه حسب اتفاقكم مش راح ياخذ ثلاثة وأربعة ينزلهم بالمصادر خمسة وستة وهكذا يصير متسلسل يعني مو فد شيء صعب. تمام يعني دكتورة كحد أدنى المصادر إيش قد؟ حسب يعني كتابه ثلاثة مقبولة. دكتورة هو يعني المصادر نطلعها غير حسب الكتابة اللي إحنا كتبناها أو طبعا. حسب المكان اللي أخذنا منه؟ طبعاً. إيه نعم دكتورة. إيه طبعاً بس مو تخلي مصدر واحد أو اثنين يعني ثلاثة أربعة ممكن يعني زين كل ما يكون أكثر كل ما أحسن طبعاً. زين دكتورة. اكو مقالات اكاديميه دي ينشروهن يعني مثلا عادي ناخذ من عندهم اكو مواقع اكاديميه اي نعم دكتوره اي مثلا من اللي كاتبها الاثر والسنه اول مره تبدي طبعا بالاسم الاثر والسنه وبعدين عنوانها والويب يعني مثلا موقعها بالانترنت اليو ار ال تستنسخه وتخلي اذا اشتغلت مثلا ملف بالوورد يعني حتى الرابطه كتبه مو دكتوره إيه إذا اشتغلت بالوورد حتى الرابط تكتبه إيه. أوكي. يعني هاي الطريقة الصحيحة حتى تعودون عليها أنتوا. أوكي دكتورة. أحد عنده سؤال بعد الطلاب؟ نعم دكتورة. وين نرسل التقرير؟ على أدمود السوينا يا دكتور بالضبط. على الدكتور كمال نشره على الجوجل كلاس مو؟ إيه. هنا. كمال. عافية فهو الاسم. اي الاسايمنت يرجع على جوجل كلاس وانا اصححه وارجع لكم الدرجات.
اي دكتور كمان نشر رمز مع الجروب على ادمودو نرسل على هذا الجروب لو تسوون يعني اسايمنت على الكلاس روم طاكو شلون بالله هو نشر على جوجل كلاس وطاكم الرمز على ايه هو نشر الرمز على الكلاس روم ودخلنا للادمودو خلاص انا هم راح اسوي لكم اسايمنت راح انشر الرمز مالت الادمودو او ادز علي وهم يرسلكم اياه انا عندي يعني جروب خاص بالادمودو عندي 50 طالب وانتم راح اسوي لكم جروب ثاني فان شاء الله ارسل لعلي هو يرسله لكم واسيلكم اسايمنت بحيث اسوي سبمشن حتى يسهل انه اسوي له جريدنج واعطيكم درجات عاشتيدز دكتورة بس دكتورة يعني نتمنى منك بس هو على مود الوقت ما تتسليمي يعني يا ريت كل ما تعطونا وقت اكثر كل ما افضل انه والتقرير يكون جوده اكثر انا راح اقول لك ما اتوقع الخميس الجاي بس ممكن احاول ويا دكتور كمال ويا رئيس الفرع ممكن للاحد ان شاء الله زين دكتوره يعني اذا احنا حكينا ويا دكتور كمال عادي احكي ويا دكتور كمال ما عندي مشكله يعني احنا مثلا نحكي ويا على مود هو ايام دكتور كمال مو احكي ويا دكتور كمال ويصير خير ان شاء الله دكتوره عاشت ايدك اهلا وسهلا مشكوره واضح الطلاب بعد ما حد عنده سؤال دكتور بس اذا يعني اذا يجي كوبي بيست فاعذرينا مو كل الفقرات راح نسوي لك كوبي بيست انا بس خاب بعض الفقرات يعني لا اذا كوبي بيست اني يعني ما راح تاخرون بالتقريبات شو تنطوني اياه ليش كوبي بيست الكوبي بيست خليها بدون كوبي بيست لا باكر لا طلاب يعني رجاء الكوبي بيست مو يعني مو زين لكم وانا ما اقدر اقيمكم اذا كوبي بيست بصراحه يعني انا اعتذر يعني مو مقبوله دكتورة إذا بعض الطلاب سووا كوبي بيست بالباراجراف مالته الكل يتصفرون؟ لازم ديرون بالكم طلاب رجاءً هو بس دكتورة تعقيباً على أيوب ماكو كل طالب باراجراف باراجراف هاي وحدكم انتوا تقسموها بس هو كتقرير ينطي كامل للكل دكتورة أنت قلتي إن تكتبون التقرير كلكم فإذا بعض الطالب واحد مثلاً دز اللي عليه كوبي بيست نتصفر بهالحاله لو شلون انا اتعاملكم كجروب واحد الان يعني التقرير قيمك ككل يعني 90 90 للكل يعني نفرض انتم مثلا عندكم فد خمس او ست فقرات واحده من اللي شفت كوبي بيست بها هوايه هذه يعني تاثر على درجه دكتوره هم مو راح كل 10 طلاب راح يسوون جروب ويتناقشون بيه فهم اكيد من راح يشوفون كل طالب راح ينشر مالت مثلا الموضوع اللي هو اخذه فالطلاب البقيه هم راح يقروه هم راح يعطون ملاحظات يعني مو كل واحد واحد هو لازم اسالكم مشاركه مذاكرهم هي مو صعبه يعني انتم كل واحد تقريبا ربع صفحه او ثلث صفحه راح يصير له يعني ليش الكابوان بيس بس مجرد قدم واخر بالكلمات انت ما صارت كابو بيس يعني مو صعبه اي نعم دكتور عاشتي زين وانتم تتعلموا عليها طلاب انتم حتى تبنون يعني تبلد يور رايتنج سكيلز لازم هذه تتعود عليها دكتورة بس عندي سؤال نعم بالنسبة للدوزج فورم اللي تعطى عن طريق العين يعني مثلا طالب راح ياخذ انترودكشن واحد ادفانتج واحد ديز ادفانتج من نوصل للانواع مالتها يعني مثلا سأنا اخذت الدروبس بهاي الحاله شو اتكلم عنها يعني اذا حكوا عن الادفانتج والديسادفانتج انا شنو احكي بس كديفينيشن بس شنو تحكي انا يا اخو ما اجي اقول لك كل سمون ساعتك شوي بالبدايه مو دكتوره مو ما بقى شيء يعني الطالب حكى عن الادفانتج والديسادفانتج بشكل عام عن كل الانواع فيمن قسم الانواع شلون شوف الأفثار مكروت بيها يعني تقدرون تكتبون عليها زين تقدر تخلي صور يعني انت is up to you هذا يعتبر جهد يعني انت تكتب على ممكن تكتب definition غير طالب ممكن يجيب صورة مال دوا يكتب عنه شوية جوا مثلا في السطر يعني انت تقدر تتفنن تمام مشكور دكتور
لكن زين دكتورة يعني مثل ما قلت نقدر نجيب مثلا صورة الدواء مثلا الدوسج ونكتب عنه داخل الموضوع كإكزامبل يعني اي اي اي, أي. لكن الصورة اكو تحتاج ساعتين يعني مثلا نجيب الصورة وتكتب جواها منين اخذتها لازم دكتورة تقدرين تجاوزين هالنقطة يعني عنوان الصورة لا لا ليش لان انت الصورة منين اخذتها المكان اللي اخذتها منه اكتب المصدر مالتها جواها خلاص فيجر نمبر 1 مثلا شوز من موقع مثلا اكتب الموقع اي مثلا ديكساميثازون اي دروبس اوكي كريدت كريدت باعتبار انه انت مسوي سايتيشن لهم تقول مثلا كريدت جوز تو مثلا منو فلان بلا 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 بلا, بلا, بلا. منو منين اخذتها ما ادري يعني مو هاي خلاص هي هذه الامانه العلميه لازم حالة واحدة إذا عندك قطرة بالبيت مال دوا تأخذ لها صورة وتنزلها ما عندي مشكلة هاي صورتك تقول دكساميثازون دروب أوكي بيكتشر كابتشرد باي مثلا تشوف مستخدم مثلا كاميرا سامسونج آيفون ما أعرف منو أي شيء فبكيفكم ها هذا هو دكتور مشكور مو صعبة يعني انت هاي امانة علمية انت منين اخذت هذا الشيء لازم تكتبه يعني ما يصير اي صحيح هو واذا تعودتوا عليها راح تتعودون عليها للتالي طلاب يعني راح تكون عليكم سهلة حتى اللي تقولون احنا ما حد قال لنا احد عند السلام عليكم السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور أعرف أنه سؤال ممكن يكون يعني لكن دكتور كمال يعني نفس الشرح ينطبق نفس التوضيحات اللي وضحتها حضرتك تنطبق على دكتور كمال وهم راح يوضح أنه يعني تختلف عن التوضيحات والله يعني هو التقرير بصورة عامة يعني هو هاي البيسك يعني لأي واحد يعني ما أعرف عندما تصور عندما بات اكثر من هذا اصور انا شويه عن نوع الاوبسيسيف فبعد يعني احتمال شكرا دكتور اسهل مني فلا تقارنون رجاء شكرا جزيلا العفو بس يعني ان شاء الله انتم بعدين راح تكونوا ممتنين انه تعلمتوا هاي الاشياء من اول تقرير يعني هاي اشياء تفيدكم انتم فعلا دكتوره فهمت صحيح بعد أحد عنده سؤال طلاب؟ طلاب؟ لا أعتقد دكتورة ما حد عنده سؤال شكراً عشان إذا تعبنا شوي أنا اليوم الدلالون أنا موجودة طبعاً قلت لكم أنا على الخاص ما أقدر أستقبل أسئلة بعد بخصوص شلون تكتبون التقرير لأن أصور كل شيء ذكرت هنا وجاوبت على أسئلتكم ماشي الطلاب عيني اللي عنده سؤال ممكن يخليه على جوجل كلاس بس يعني إن شاء الله يكون كل شيء واضح بالنسبة لكم شكرا جزيلا لا عفوا مع السلامة طلاب عيني مع السلامة دكتور مع السلامة وانتم الله يعطيكم